سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب الدعاء من الصالحين رجاء بركتهم، وهذا الباب هو باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم. وكان سيدنا عمر يسأل عن الصحابي أويس القرني، وكان فيه برص فشفي إلا موضع درهم، يعني كان في برص في جسمه ورب العالمين شفى إلا موضع درهم كان، وهو يعني هكذا الدرهم. فلما لقيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الدعاء من سيدنا عمر ويقول له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. أخواني الكرام، الأصل في الدعاء أن تتواصل بنفسك أو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكثير من الناس يأتي لعند الشيخ ويقول: يا شيخنا دعينا بكذا وكذا وكذا. سؤال: أنت دعيت لنفسك أولا قبل أن تأتي لعند الشيخ؟ تعتمد على الشيخ أن يدعو لك وأنت لا تدعو لنفسك؟ أين وقوفك أمام باب الله عز وجل وتضرعك له؟ وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعض الناس يقول: أنا لا أعرف أن أدعو، كيف أدعو؟ ادعو يا أخي شو ما بدك، ادعو بالعامية. الله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسه. صحيح أن العلماء والمشايخ لهم أدعية خاصة عندهم تميزهم عن غيرهم، لكن أنت ابدأ بالدعاء أولا والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والمفتاح بيدك، بدك تحرك حالك شوي، تأخذ بالأسباب. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الواحد منا بس يكون مع شخص وبده يمشي بيقول له دعينا يا آخر شيء، فصفت كلمة عادية تقال بين الناس للأسف، يعني ما صفى أنه يعني مثل قبل. لازم أخي الكريم تبادر فورا وتدعو له أمامه، يعني أو تؤجلها إلى خلوتك بينك وبين الله في ساعات السحر، تدعو للشخص وأنت واقف فورا. قد تكون الاستجابة سريعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دعا لأخيه قال له الملك ولك بمثل ذلك. وتلاقينا نتواضع أمام بعضنا، وهذا ما بيدعو والتاني لا يدعو، كل واحد بيروح بحال سبيله، ما حدا بيدعي للتاني. فإذا طلب منك إنسان دعاء فورا بادر بالقول: الله يكرمك ويبارك لك بمالك وبعيالك، ويعطيك ليرضيك ويسر أمرك ويجوزك إذا كان عزابي، هلأ بيروح العزابية، الله يجوزكم كلكم يا رب، قولوا آمين. لما أولاد سيدنا يعقوب قالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. أجل ذلك إلى ساعة الاستجابة، وكان من الصالحين له ورد خاص بالدعاء لإخوانه بأسمائهم، وكان هذا حال بعض السلف، وبعض الخلف أيضا كان في ذلك من الدعاء، وأنت والداعي لك المستفيدين. إخواني الكرام، يعني يجب علينا أن نطلب الدعاء من آبائنا وأمهاتنا والصالحين ومشايخنا، لكن من غير أن ننسى الدعاء لأنفسنا أولا، يعني لا نترك الدعاء. حديث أخرج أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. نشوف سبحان الله. فقال عمر كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. ما هي الكلمة؟ يا أخي. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم.